دابه. يقول عبد الله بن جعفر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قدم من سفر فلقي للصبيان من اهل بيته. قال: وانه قدم مره من سفره فسيق بي اليه فحملني بين يديه، ثم جيء باحد ابني فاطمه اما حسن واما حسين فاردفه خلفه. قال: فدخلنا المدينه ثلاثه على دابه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكه استقبله اغيلمه بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه واخر خلفه. ومر ابن عمر رضي الله عنهما في طريق فراى صبيانا يلعبون فاعطاهم درهما. ومن المواقف النبويه العظيمه ما رواه ابو هريره رضي الله عنه انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم العشاء، فاخذ الحسن والحسين يركبان على ظهره، فلما جلس وضع واحدا على فخذه والاخر على فخذه الاخرى عليه الصلاه والسلام.